يعني سلام بلال رئيس اللجنة التحضيرية المؤتمر الحزب الشيوعي والجبهة الذي ستعقده سيعقد هنا في مدينة الناصر يعني خلال الشهر القادم. يعني احكي لنا شوي بداية عن أهداف المؤتمر، ما الذي سيتمحور حوله، ما الذي سيتطرق إليه؟ طيب، أول شيء المؤتمر هو مؤتمر استثنائي لجبهة الناصري. واضح أنه في أعقاب بانتخابات بلدية الناصري ونتيجة الانتخابات، وكجزء من إتمام للمسار الترخيصي لانتخابات البلدية سيتم عقد مؤتمر استثنائي لجبهة الناصري في يوم 21 و22/11/2014. طبعا المؤتمر راح يبحث كل الجوانب التنظيمية الدستورية النقابية البلدية لجبهة الناصرية من أجل بناء استراتيجية عمل للسنوات القريبة القادمة. نعم أستاذي كريم، هل يعني باستراتيجية العمل هاي ما يعني هل ستتضمن ترشيح الجبهة مرة أخرى لرئاسة بلدية الناصرية؟ هل يعني هذا هو الهدف الأساسي؟ لا، مؤتمر الجبهة زي ما حكيت الهدف منه هو إعادة بناء للجبهة. الانتخابات البلدية هي جزء من أي معركة إحنا ممكن نخوضها، وما زال الحديث مبكر عن هذا الموضوع، يعني الانتخابات البلدية بعد الأربع سنوات يعني.